حياكم الله إلى أولى فقرات أمسيتنا لهذا اليوم. استضافت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة وخط نجدة الطفل التابع للدائرة بالتعاون مع منظمة خطوط مساندة الأطفال العالمية، استضافت الاجتماع التشاوري السابع لخطوط مساندة الطفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتقديم رؤية متخصصة دولية نحو قضايا الطفولة وآليات عمل خطوط النجدة في توفير مظلة لحماية الطفل في دول المنطقة. تفاصيل أكثر حول الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأهداف هذا الاجتماع اليوم نتعرف عليها مع ضيوفنا الأستاذة علا العمري، مشرف خط مساندة الطفل والممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا الأستاذ أحمد إبراهيم الطرطور نائب المدير الإقليمي لخطوط مساندة الطفل ومدير الشؤون القانونية في دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة. حياكم الله، يعطيكم العافية. الله فيك. أول شيء طبعا نستوضح أهمية هذا الاجتماع واحتضان الشارقة بشكل خاص لهذا الاجتماع الخاص بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كذلك أيضا على نطاق إقليمي. تفضل أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو تم الاتفاق في مؤتمر بانكوك السنة اللي فاتت على أنه الشارقة تستضيف الاجتماع التشاوري السابع لشبكة الخطوط العالمية CHI ومقرها هولندا. نعم. وهي شبكة بتحوي على جميع خطوط العاملة في مساندة الأطفال من جميع أنحاء العالم. نعم. ومينا هي المنظمة أو هي الجزء العربي اللي هي علا مديرته الآن. نعم. وأنا نائبها، اللي هو بيحوي على الدول العربية وشمال أفريقيا. جميل. الآن طبعاً هذا الاجتماع استدعوا له فرصة كذلك أيضاً لتبادل التجارب والخبرات والوقوف على أهم وأبرز ما وصل إليه العالم في مجال خطوط مساندة الطفل. السؤال الآن ليطرح نفسه، إلى أين وصلنا نحن إقليمياً بالنسبة للمستوى العالمي؟ أول شيء مساء الخير وأهلاً وسهلاً فيك، شكراً لاستضافتكم إلنا. العفو. هلا خطوط مساندة الطفل بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الدول اللي متقدمة حاليا بالأقاليم الأخرى، ومن الدول بتنافس منافسة قوية باقي الأقاليم. نعم. سواء من ناحية تكنيكياتها أو من ناحية مهنيتها سواء الفنية أو سواء الإدارية. عندنا نحن حوالي عدد كبير من الدول مشارك معنا هون، مشارك في الإقليم. كم عدد الدول عفوا صدع له؟ عدد الدول في عنا دول كاملة العضوية وفي عنا دول غير كاملة العضوية. الدول كاملة العضوية تقريبا 11 دولة، والدول غير كاملة العضوية تقريبا 7 دول عربية. نعم. طبعا في أسس معينة لحتى توصل تقدر توصل إلى كامل العضوية. إلى كامل العضوية طبعا. لكن الحمد لله عم نقول إحنا موقفنا موقف جيد وننافس بشكل جيد باقي الإقليم. جميل. الآن خلينا نتكلم عن هذا الاجتماع وأبرز القضايا والمحاور اللي تم تسليط الضوء عليها في هذا الاجتماع. عندك أستاذ أحمد أو أستاذ علا، أنت اختارهم. تفضل أستاذ أحمد. بالنسبة للاجتماع السابع كان يعني طبعا كل تركيزه على تطوير خطوط مساندة الأطفال. نعم. والوصول إلى الطفل أينما كان. نعم. فكان عندهم برنامج عن الهجرة القصرية اللي بتتم للأطفال بين الدول وكيفية الوصول لهؤلاء الأطفال، وكان نعم. هذا يعني شيء جيد، إضافة إلى أنه بعض الدول مثل السعودية، مثل الشارقة، مثل السودان عرضت تجربتها بخط النجدة وكيفية تعمل أو كيفية عمل هذه الخطوط. تقريبا هذه يعني كان كمان من المحاور الرئيسية يمكن تحكي عنها علا. نعم. الاستراتيجية تاعت اللي هي CHI المستقبلية وكيف بدها تطور خطوط نجدة الطفل. نعم. أستاذ علا كيف بالفعل يعني هذا السؤال اللي طرح نفسه، كيف ممكن نحن نطور أو كيف ممكن أن تتطور، كيف تشوفونها كذلك أيضا في المستقبل خطوط مساندة الطفل؟ هلا
ما في شيء بيضل مكانه، دائما الواحد بيسعى انه يتطور. نعم. خطوط مساندة الطفل بالوطن العربي، خلينا نقول بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، لا زال بحاجة الى تطوير حتى يقدر يوصل لمرحلة نقدر نحكي فيها انه هو قوي كفاية ومتمكن كفاية لحتى يقدر يدير خطوطه. نعم. المنطقة زي ما بتعرفي عم بتمر بظروف جدا صعبة، هذا الاشي عم بيأثر نوعا ما على الخطوط، لكن الحمد لله عم نحكي انه وضعنا تمام. في دول نحن لازلنا على الهاتف، يعني احنا بنستقبل مكالماتنا واتصالاتنا عبر الهاتف. صحيح. في دول سبقت هذه الخطوه الى انها تعمل تشاتنج، الى غرف مثلا حواريه، الى الكمبيوتر، يعني سبقتنا اكثر صار من استخدام الانترنت، ربما استخدام الانترنت، استخدام الروم تشاتنج، فصار في طرح اكثر لشيء اكبر من التليفون. نعم. لازلنا نحن هون مش واصلين لهي المرحله. نعم. لكن نحن بنامل ان شاء الله بالسنوات القادمه ان نخطو هاي الخطوه، لانها خطوه كمان مهمه جدا. نعم. الوصول للاطفال مش شيء سهل، ما دام قدرنا نوصل للاطفال عن طريق الهاتف فان شاء الله ممكن نقدر نوصل لهم عن طريق الانترنت والسوشيال ميديا. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. نتامل فعلا مستقبلا، العالم كله قاعد يتجه. انا راح اعقب تعقيب. صح، تفضل استاذ احمد. بالنسبه لاماره الشارجه وخط نجزه الطفل في اماره الشارجه، هو من اول خطوط المنطقه في دول الخليج العربي، والان اصبح عمره 10 سنوات. فعلا احنا يعني بدينا بهذه الخطوه، والان بنقوم بتطوير الخط بحيث انه اصبح عندنا، يعني ان شاء الله يمكن الانطلاقه تكون في اول واحد. نعم. يكون عندنا تشات واس ام اس للاطفال، يعني مش بس مكالمه هاتفيه، راح يكون في عندنا تشاتنج، وراح يكون في عندنا بالاضافه الى انه احنا عندنا موقع اللي هو هيلب لاين على الانترنت، وبامكانهم انه هم يتواصلوا معنا. هيلب لاين. هيلب لاين. نعم. هيلب لاين @sssd على اللي هو على موقع الانترنت. وهذه بامكانهم ان هم يعني يبعثوا شكواهم او رسائلهم، واستقبلنا كثير من الرسائل الالكترونيه عبر هذا الموقع. جميل. لكن الان احنا يعني تدخيل الحديث اللي هي التشاتنج فعلا، والاس ام اس راح يكون من بدايه السنه ان شاء الله. التشاتنج اللي هو طبعا التشاتنج اللي هو يقدر المحادثات عن طريق الانترنت. نعم. يقدر يعمل المحادثه مع خط النجده. نعم. عن طريق الانترنت ويتواصل مع الاخصائي. هل عن طريق الموقع، موقع مثلا الموقع؟ نعم. اللي ذكرته حضرتك. نعم، لازم يكون عن طريق موقع اللي هو الدائره. هل كذلك ايضا بالامكاننا نشوف ربما المحادثات هاي تنتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، أو مثلا مواقع الدائرة أو حسابات الدائرة مثلا على تويتر أو إنستغرام أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي اللي اليوم الأطفال أكثر استخداما لها حتى من الكبار يمكن، إحنا وبالتالي يكون سهل الوصول لهم لأنهم يوميا موجودين على هالمواقع أو يوميا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي اللي أنا ذكرتها تقريبا إنستغرام بشكل خاص وسناب شات. في الشارقة في تطبيق احنا عاملينه، خط نجدة الطفل. نعم. في تطبيق اسمه خط نجدة الطفل، الان هذا التطبيق موجود على الاندرويد. هي. هو عباره عن التواصل مع خط النجدة. جميل. يعني كيف موجود على الاندرويد، موجود على بعد ما موجود على الابل ستور؟ لا لسه، لانه الابل ستور لهم تعرف لهم اجراءات. نعم. ولهم كذا، احنا متقدمين يعني بهذا الطلب، وان شاء الله الموافقه قريبه. ناخذ الموافقه قريبه وينزل، لكن هو نزل على الاندرويد. نعم. اسمه خط نجدة الطفل الشارقه. هذا التطبيق عباره عن أربع مراحل. المرحلة الأولى اللي هو ممكن أنه يتكلم الطفل على طول، مباشرة يضغط على زر الاتصال يفتح خط النجدة مباشرة، ممكن أنه يبعث رسالة من موقعه، يحدد موقعه، وممكن أنه هو يعني يكون تسجيل صوتي لاحق، يعني أنه هو يسجل وإحنا نسمعه. هذا جميل. حتى التسجيل الصوتي فكرة جميلة. فهذا التطبيق معمول فيه الآن على الأندرويد. نحن يعني بنسعى إلى أنه نطور أنفسنا دائما. جميل. بتعرفي أنت في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. ما شاء الله نسعى إلى رقم يعني واحد. صحيح. نعم. بالفعل. فإن شاء الله يعني هذه الأمور بتدخل على وسائل التواصل الاجتماعي. إلنا تقريبا الدائرة هي إلها موقع على الفيسبوك. نعم. وإلها موقع على تويتر. بعض الأخبار تنزل عن خط النجدة فيها الموقعين. جميل.
نحن طبعا بنرجع يمكن تعدنا شوي في حديثنا عن الاجتماع التشاوري السابع، بنرجع نتكلم عن أهم المحاور والقضايا اللي تناولها الاجتماع مرة أخرى، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا نتحدث طبعا عن الاجتماع التشاوري السابع لخطوط مساندة الطفل في الشرق الأوسط شمال أفريقيا. راح بضيف في الاستديو مرة أخرى أستاذ علا أستاذ أحمد، حياكم الله مجددا. نرجع نتكلم عن الاجتماع شوية، يمكن في محاور عدة ركز عليها الاجتماع مثل ما ذكرنا سابقا. أحد أهم هذه المحاور هو مساهمة خطوط مساعدة الطفل في تحقيق التنمية وأهداف التنمية المستدامة. صدق علا، ليت نتكلم عن هذا المحور، شو اللي تناوله بالضبط؟ كويس، أنا حابب بالبداية أحكي عن، خلينا أحكي يوم مبارح كيف كان. نعم. بالبداية نحن ناقشنا الاستراتيجية كاملة لـ2020 تقريبا، كيف رح نوصل لها، كيف انه المينا ريجن، خلينا نسمي الشرق الاوسط وشمال افريقيا هو المينا ريجن. بعديها تناقشنا التحديات والصعوبات اللي ممكن عم بيواجهها الاقليم بهاي المرحله، والتوصيات اللي احنا كيف ممكن نوصل لمرحله انه هاي التوصيات نطبقها لحتى نرقى بمستوى عالي بالخطوط المسانده. هلا تم عرض عده تجارب امبارح. من طبعا الهدف من عرض عدة التجارب امبارح هي تبادل الخبرات، حتى نتبادل خبراتنا، نشوف وين حتى نوصل لمرحلة نوصل للاستدامة. صحيح. لأنه نحن لما نوصل للاستدامة بدنا نشوف إحنا نقاط نقوي نفسنا فيها، ونضل متطورين ونضل نواكب التطور مرة على مرة. هذا الإشي كيف بصير؟ في عنا بتعرف الخطوط، في خطوط نوعا ما ممكن نسميها خطوط لازالت في بداياتها، في خطوط قطعت شوط كتير منيح، وفي خطوط بالمقدمة. فالهدف حتى نقدر نوصل للتنمية والاستدامة إن الخطوط اللي لازالت ببداياتها نرفع مستواها ونرتقي بمستواها. جميل. طبعا هذا بمساعدة الخطوط الثانية لحتى تقدر تفيدنا من خلال التدريبات، من خلال الزيارات الميدانية، من خلال كتابة أدلة إجرائية. نعم. ومن خلال كتابة معايير كيف إحنا نقيس الخدمة طبعاً نقدمها. عندكم قاعدة بيانات طبعاً عن هذه طبعاً. الخطوط، ولذلك يتم تقييمها، وعلى أساسها يتم كذلك أيضاً إضافة التقييم لها. مزبوط. التقييم تقريباً سنوي بينعمل، في قاعدة بيانات موجودة لكل خط، موجودة مع كل خط. طبعاً في نهاية السنة في إحصائيات تجمع هذه الإحصائيات، ونشوف نحن كإقليم وين صرنا. نعم. وين نقاط قوتنا، وين النقاط اللي احنا بحاجه ان نطور انفسنا عليها. جميل. احنا استاذه علا، وانت تتكلمين عن الخطوط ذكرتي تتكلمين عن الخط، احنا المقصود فيه الدوله الان، صحيح؟ الخطوط حسب في منها خطوط تحت مظله الدوله. هي نعم. وفي منها خطوط تحت مظله NGOs، يعني جمعيات او مؤسسات غير ربحيه. اها. لكن سواء هون او هون هي تخضع ايضا للمنظمه او الشبكه العالميه للخطوط النجده وخطوط المسانده اللي مركزها بامستردام. جميل. هناك ايضا كذلك موضوع اخر او محور اخر يمكن ذكره استاذ احمد في معرض حديثه، مقاربات ازاء الهجره القسريه. نعم. للاطفال. نعم. كذلك هذا المحور مهم جدا، كيف يمكن ان تطور الخدمات بالنسبة لي طبعا حاجات الأطفال المهاجرين وحمايتهم. كان مبارح في نقاش كتير طويل، كان أكثر من مدة ساعتين على الهجرة القسرية والبلاد، خلينا نحكي بالذات على الأطفال اللي حاليا المنطقة اللي فيها حروب، أطفالها سواء في اليمن أو في سوريا. نعم. فبيضطروا الأطفال لهجرة قسرية، ودائما بيكونوا أطفال غير مصحوبين، يعني معظمهم بيكونوا مش مصحوبين مع أبائهم. نعم. فشفنا كيف الدول اللي تستضيف هدول الأطفال شو بتتعامل معهم. من ضمن التحديات اللي واجهوها إنه الطفل لما بيجي بدون أوراق ثبوتية. صحيح. لما بيجي بدون أهله، لما يجي في دول بتكون فيها ملاجئ تقدر تستضيف هذا الطفل، في دول ما فيها ملاجئ تقدر تستضيف هذا الطفل. صحيح. لكن الكل أجمعنا بتوصيات معينة إنه نضع معايير معينة موحدة
للوطن العربي خلينا نحكي بآلية التعامل مع الأطفال لحتى نحد من هاي الظاهرة، أو ما بدي أحكي عنها ظاهرة، المرحلة اللي نحن فيها هلأ واللي نتمنى إن شاء الله كليتها نطلع منها بسلام وأمان إن شاء الله. شو هي باعتقادك أو كذلك أستاذ أحمد اللي الآليات اللي مفروض نعمل فيها فيما يخص اللاجئين بالتحديد أو الأطفال اللاجئين بالتحديد ومساندتهم؟ أنت بتعرفي أنه دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول منطقة الخليج فيش فيها لفظ اللاجئين كاستضافة للإخوة اللي وصلوا هنا من البلاد. نعم. سواء من سوريا أو من هم إجوا على إقامات. نعم. ودخلوا المجتمع كمقيمين. صحيح. لذلك هي تقدم لهم الخدمات كاملة كمقيمين زيهم زي أي شخص تاني. صحيح. بس اللي كان معني في هذا الكلام هي الدول الجوار اللي بيهاجر منها الناس مثل سوريا وأوروبا، يعني بيطلعون بالبحر عن طريق البحار وبيصلون إلى أثينا وإلى المناطق هذه وبينزلوا فيها. من مع العلم أن في بعض دول أوروبا أيضا. نعم. في دول عربية، في بعض الدول الأوروبية عربية. كذلك أيضا وضعتهم يعني بحسب إقامات. صحيح. وغيرها والوضع مستقر من اليمن لدول اللي هي تحت نازلة عندهم زي الدول الأفريقية بيهربون هناك من وجود الحرب، في ليبيا، من ليبيا إلى الدول برضو الأفريقية المحيطة فيها أو إلى جمهورية مصر العربية. نعم. الآن كذلك أيضا يعني نتكلم عن أهمية تعزيز الشراكات الحقيقة. نعم. بين خطوط مساندة الطفل بشكل عام في الشرق الأوسط وكذلك أيضا شمال أفريقيا. أسد علا، هلأ الشراكات بخطوط مساندة الطفل مهمة جدا، لأنه خلينا نبدأ بالبداية، الطفل لما بيستقبل أو لما بيتصل على التليفون، هلا بتكون أحيانا مشكلته، لنفرض مشكلته هي عنف وإساءة، استقبل الأخصائي هذا الهاتف وجمع المعلومات. هلا دور الأخصائي إنه يوصل هذا الطفل إلى أنه يتوقف الإساءة الموجودة عليه. فكيف تتوقف الإساءة الموجودة عليه؟ لازم يكون أنا معي جهة شريكة، هاي الجهة الشريكة تنفذ ما أنا بحاجة لإله. نعم. فبالتالي الشراكات مهمة جدا، دورها تنفيذي مع خطوط مساندة الطفل. نحن كخطوط مساندة نتكلم عن شراكات محلية وشراكات أيضا دولية. في شراكات محلية وفي شراكات إقليمية وفي شراكات دولية كمان. صحيح. فمهمة جدا الشراكات لأنها هي مصدر تنفيذي مهم جدا لخطوط المساندة. الآن كيفية تفعيل ربما هذه الشراكات فيما يتعلق بالأطفال اللاجئين أستاذ أحمد، كيف يعني يتم تفعيل هذه الشراكات؟ خصوصا اعتقد ان يعني مع صعوبه ربما احصاء الاطفال اللاجئين في مثل الدول اللي ذكرناها، اعتقد في صعوبه في التعامل الحقيقه مع يعني هو تم انشاء مثلا اللي احكي لك بالنسبه مثلا لمخيمات اللاجئين اللي في الاردن. هنا على طول تم انشاء خط نجده لهم في المخيم، وكان يعني مشهود لمخيم الامارات بتنظيمه وإدارته في. نعم. في من ضمن المخيمات. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وإحنا يعني زرنا هذا المخيم وشفنا يعني كيف يعامل فيه الأطفال، حتى إنه أتاحوا لهم فرصة التعليم والعلاج وكل شيء. نعم. فكان هذول الأطفال عندهم خط نجدة. نعم. إنهم يبلغون عن أي شيء بيحصل معهم الإساءة، إنهم فقدوا. وسهل إنه تعزيز الشراكات مع المؤسسات الموجودة في هذه الدول. نعم. سهل الدولي سهل، والتشبيك المحلي طبعا اسهل لنا. أكيد. بالنسبه لكن التشبيك الدولي يجب ان يكون بس هي في نطاق المعرفه وحدود الاتصال. التشبيك المحلي هو اللي بيلزمه العمل، يعني انه انت لما بتشبكي محليا، احنا مثلا شركائنا وزاره الداخليه، شركائنا المحاكم، وزاره العدل، شركائنا في خط النجده اللي هو وزاره الصحه، وشركائنا الجمعيات التعاونيه كمجتمع غير حكومي. نعم. كل هذول احنا مشبكين معهم شراكات، والحمد لله رب العالمين يعني في تلبيه سريعه. نعم. الان كذلك يعني يمكن يخطر على بالي سؤال، ان في الدول الاوروبيه او ربما كذلك ايضا شمال امريكا، في يعني لهم باع طويل ربما في التعامل مع خطوط مسانده الطفل، والمجتمع بحد ذاته عنده أساسا وعي بهذا الأمر. يعني أعتقد ما في طفل في أوروبا أو حتى في أمريكا ما يعرف أن في خط لمساندة الطفل، ولا يعرف أن كيف يتصل بالمساندة. يعني إحنا سمعنا قصص
عديدة ربما عن أطفال حتى طلبوا المساندة لأهاليهم، مو بس طلبوا المساندة لأنفسهم. للأسف هذا الشيء يعتبر نوعا ما مفقود عندنا في العالم العربي، أو العلم فيه والدراية فيه والوعي فيه قليل. بالنسبة لدول أوروبا وكذلك أيضا أمريكا أو الغرب بشكل عام. مزبوط. الآن كيف ممكن نطور كذلك أيضا يعني هذا الوعي والإدراك عند عامة الناس، عند عامة الجمهور؟ مزبوط. هلأ خطوط المساندة بالشمال، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي ثقافة جديدة عم تدخل على المنطقة. لحتى نقدر نستوعب الثقافة الجديدة بدنا شوية نواجه شوية تحديات وشوية ظروف، لكن هاي الثقافة عم يعني خلينا نقول عم بتقبلوها العائلات مرة على مرة. هلأ بالبداية مثلاً نحن بالأردن بالبداية لما كنا نعلن عن الخط كان الأهل رافضين تماماً ويعتبروه تدخل. صحيح. بتربية بحكم العادات والتقاليد. بحكم العادات والتقاليد. حالياً لما نحكي لهم إنه هذا الخط مش عنف وإساءة فقط، إنما هو للمساعدة، لمساعدة الآباء، لمساعدة الأهل، هو خط استشاري لكافة المشاكل اللي ممكن تواجه الطفل. فأكيد مع الوعي أكثر، مع التوعية عن هاي الخطوط أكثر، مع تعزيز الشراكات أكثر، مع الإعلان عن الخط بطريقة إيجابية، أكيد رح نوصل لمرحلة إنه إحنا بالفعل نتعامل مع أطفالنا بطريقة، أو أطفالنا يقدروا يوصلوا لهاي الخطوط بطريقة صحيحة جداً. ويسيئوا يعني أو يحسنوا استعمالها. لأنه لا زال لحد الآن في إساءة استعمال لهذه الخطوط. الآن في العالم العربي خلينا نتكلم. لا زالت الثقافة زي ما حكينا مش معروفة إيش الهدف أو إيش الهدف، غير واضح ربما لعامة الجمهور. نعم أكيد. من وجود طبعاً هذه الخطوط للمساندة. نتأمل طبعاً أنه يطور هذا الشيء مستقبلاً. طبعاً كل الشكر لكم أستاذ أحمد، أستاذ علا، كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يخليك. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم لنا، وانا حابه بدوري كمان اني اشكر اماره الشارقه، لانه اماره الشارقه استضافت هذا المؤتمر للمره الثانيه. هي استضافته قبل 4 سنوات واستضافته هذه المره، وهذا شيء مش جديد على اماره الشارقه والامارات العربيه. الحمد لله رب العالمين. فشكرا لكم. شكرا.